الدراسات. عقد جلسات عمل وحضور لقاءات وندوات تمول استثمار التشغيل. وإيمانا من كاينه نقطة مهمة اليوم عند المجلس غادي يتطرق لها، هي البرنامج ديال التنمية الجهوي اللي غادي نوصل 2022-2027 اللي غادي نصادقوا عليه، اللي فيه تقريبا 26 برنامج وفيه 23 برنامج و 56 مشروع. فيه خمسة المحاور المهمة، هي الإشعاع ديال الجهة، الاستقطاب ديال الاستثمار، دمج الفئات ديال المرأة والشباب والفئات الهشة في الاقتصاد الوطني، محاربة الفوارق المجالية وخاصة البنية التحتية في مجموعة من المدن من أجل رفع من المؤشرات. كذلك مشكل ديال كاين مسألة ديال الحكامة في تنفيذ المشاريع بالدقة في التوقيت وكذلك بالنجاعة في العمل. كذلك هناك مجموعة من المشاريع المهيكلة اللي غادي تكون غنطرقوا ليها، مشاريع اللي غتكون غتعطي إشعاع للجهة في مجال ديال النقل والتنقل داخل المجالات الحضاريه، كذلك فيما يخص المناطق الصناعيه. كذلك المجلس ما وقفش الاتفاقيات السابقه، لا، عملنا كذلك على الانجاز ديالها والتتبع ديالها. اذا كاينه استمراريه ديال المجالس ديال البرنامج السابق على هذا البرنامج هذا. احنا اليوم بصدد التصويت، وكنظن على انه المجلس غادي يكون كله لحمه واحده باش يعطي الاشارات الكافيه. اليوم في الدوره العاديه ديال شهر يوليوز ديال 2023، والدوره اللي كتميز بنقطه متعلقه بالدراسه والمصادقه على برنامج التنميه الجهويه، وهو البرنامج اللي كيتم العرض ديالو خارج الاجل، لان القانون التنظيمي ديال الجهات كيتكلم على خلال السنه الاولى ديال انتخاب المجلس، مع الاشاره ان المجلس الحالي لقى البرنامج ديال التنميه السابق واللي كان ارضيه جيده، واللي كنا كنتصوروا ان فعلا غتكون مساعده في اعداد برنامج التنميه الجهوي الجديد. دابا حنا في شهر يوليو تقريبا، حنا قريبين نهايه السنه الثانيه كيتم دابا العرض ديال البرنامج، وسجلنا عليه مجموعه الملاحظات من بينها انه برنامج بقى فيه مشاريع عامه، ما فيهش جدولة زمنيه، ما فيهش فين غيتم التنزيل ديال هاد المشاريع، شنو الجماعات ولا الاقاليم ولا العمالات اللي غادي يستافدوا، شنو هو الاثر وفق المؤشرات ديال الانطلاق. كان جوج ديال المؤشرين اللي كنكلم عليهم في الوثيقه اللي تقدمت لنا، هو الناتج الداخلي الخام ديال الجهه اللي هي الثانيه على الصعيد الوطني حوالي 16%، والنسبه ديال البطاله اللي متفاوته من اقليم معامله اللي كتبدا من 14، من حد الاقصى هو 14 والحد الادنى كنظن هو 8. كنا كنتمناو ان فعلا هاد المشاريع، هاد الغلاف المالي ديال 29 مليار ديال الدرهم غتساهم فيه الجهه حوالي 7 مليار و800، نكون نعرفوا شنو هو الاثر المرتقب. الناس اللي داروا الدراسه الا غيكون شي خبره من خلال مكتب الدراسه، على الاقل يقولوا لنا شنو هو الاثر المتوقع، والا الا كان غير تجميع ديال المشاريع والعرض ديالها فهذا عمل يمكن تقوم به الاداره ديال الجهه. في اطار مقاربه تشاركيه واسعه تم الدراسات والتحضير للمخطط التنموي لجهة الرباط سلال القنيطرة. هذا المخطط الجهوي اللي تمت المصادقة عليه اليوم بالإجماع، وفعلا هذا المخطط أخذ بعين الاعتبار أولا المشاريع اللي وكان تم الاتفاق عليها خلال الولاية السابقة، وكذلك في إطار المشاريع اللي جات في الخطوط العريضة المخطط المشروع التنموي الجديد. الجهة الرباط الحمد لله تعريف واحد القفزة نوعية وتعريف أوراش كبرى بفضل المجهود اللي تقوم به مجلس الجهة، وبفضل المجهود الذي يقوم به السيد ولي ولايات جهة
الرباط سلا القنيطرة. تنتواجد اليوم في مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أثناء انعقاد دورة يوليوز أو الدورة العادية ليوليوز 2023. عندنا واحد مجموعة من النقاط، لكن أهم نقطة مدرجة في دورة اليوم تتعلق بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية. البرنامج التنمية الجهوية أو ما يعرف اختصارا بالPDR هو يعني برنامج أو يعتبر خارطة الطريق اللي تتخدم عليها أو اللي غادي يخدم عليها مجلس الجهة خلال هذه الولاية. البرنامج يعني طموح، تم عرض، انتم اطلعتوا على العرض واستمعتوا ليه من خلال مكتب الدراسات المكلف بهذا البرنامج. برنامج كما قلت طموح، برنامج يعني راه فيه المقاربة التشاركية بين يعني جميع مكونات او منتخبين ومنتخبات على المستوى الجهة، وكذلك المؤسسات الشركة، وكذلك اطر وموظفي الادارات الداخلية والخارجية. كما قلت برنامج طموح، برنامج قدر القيمة ديال الإنزال ديالو ما يناهز 29 مليار درهم، تساهم فيه الجهة في حدود تقريبا 8 مليار درهم، أي بنسبة 27% تقريبا من الميزانية المخصصة لهذا البرنامج أو المخصصة لتنزيل هذا البرنامج. كما شفتوا أو كما جاء في العرض ديال السيد مدير مكتب الدراسات، أن كما قلت برنامج طموح، برنامج أولا تعكس الاستمرارية برنامج التنمية الجهوي خلال الولاية السابقة، وكذلك مع إضافة أو المستجدات اللي يعني تتعيشها الجهة ديالنا على غرار باقي المستجدات اللي تعيشها المغرب او المملكه بصفه عامه، واللي هي انعكاس يعني للمناخ العام الدولي. كاين مقاربه بيئيه من خلال يعني عديد من البرامج، كمثلا يعني محاربه الاجهاد المائي، بناء السدود، يعني كل ما يتعلق بالبرامج اللي ممكن انها تحارب لنا هذه التغيرات المناخيه الدوليه الراهنه، و يعني ما نقولوش مفاجئه ولكن جات واحد بشكل متسارع في هذه السنوات الاخيره، اللي اكيد غادي يكون عندها انعكاس على مجموعه البرامج على المستوى الجهوي والمستوى الجهه ديالنا.